اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين. كنا بنتكلم مع الكابتن عبد الحليم علي في قصه الثلاث تغييرات الى اي مدى تفيد نادي الزمالك النهارده كابتن عبد الحليم، على الجانب الهجومي يوسف اسامه نبيه، على الجانب الدفاعي في عبد الغني، وفي على الجانب الهجومي الدفاعي برضه اللي هو وسط شويه عمر جابر. طب هو دايما حتى لو في تغيير في الاسماء انما ما فيش تغيير في المهام. في المهام طبعا. فانا بطلع سيسي بنزل مكانه محمد اشرف رؤى، طلع سيسي بنزل مكانه، هم نفس المهام يا كابتن اللي بيقوم بيها سيسي بيقوم بيها محمد عبد الغني. بطلع شلبي بنزل يوسف اسامه في المكان، هي نفس المهام. فبالتالي الراجل حتى لما بيحط بيغير اسماء ففي هنا المهام محدده ومكلف فيها، فبيعملها بنفس المهام اللي بيعملها مع فارق في سرعات معينه في امكانيات معينه. فاعتقد التغيير هنا ما بيبقاش مقلق قوي لان الراجل تغيرت في ابسط الحدود، زي ما كابتن جمال قال لك الروتيشن. ايوه ممكن يكون في حد مجهد مش قادر يكمل مباراه كامله بالظبط، ومع ذلك برضه الراجل احتفظ بيهم على الدكه مش مطلعهم بره خالص، يعني ممكن صحيح. في وقت من الاوقات يحتاجهم يديهم يعني. صحيح. وكمان في جزئيه النهارده الراجل في عدله شويه في الملعب، بمعنى مدي النهارده يوسف السبب في مكانه العدله بتاعته من ناحيه الشمال، ومدي زيزو الطبيعي بتاعه ما بداش بيه ناحيه الشمال، فالعدله بتاعته دي برضه ميزه النهارده. هو المستغرب شويه ان انا رغم ان انا قلنا انا وكلمة كابتن جمال اتكلمنا في الفاصل، قلنا احنا اتكلمنا في اول 7 ماتشات على صعوبه دي اهم نقطه هيتكلم فيها عبد الحليم بصراحه، صعوبه اللقاءات، وقلنا ماتشات صعبه وجدول جدا فعلا اتكلمنا. انما يا سبحان الله احنا قلنا برده واتكلمنا في اول الاستوديو وقلنا ان الماتشات دي ان شاء الله تكون بالخير على نادي الزمالك، والتركيز بيعلى عند لعيبه نادي الزمالك، ودائما النتائج بتيجي في الماتشات الصعبه. فبالتالي تمام. افضل النتائج من وجهه نظري في اول 7 ماتشات. المرحله الثانيه اللي من وجهه نظر البعض ان ماتشات سهله، لا انا بقول لك بقى الماتشات اللي جايه صعبه ونقله جدا من الفرقه دي، نقله من الفرقه اللي توقعك في 2 بونت او 3 بونت، فدرجه التركيز لازم تعلى عند لعيبتنا وتعلى عندنا كمان، لان الماتشات دي يا كابتن طارق اللي لا قدر الله اللي بتوقعك شويه. فاعتقد ان اللي جاي الصعب، يعني 7 ماتشات للمرحلة الجاية دي هي الماتشات الصعبة، أنا أتمنى تتاخد بتركيز عالي، تتاخد بأهدافها، التلاتة بونت مهمين جدا مع أي فريق. النهارده في التشكيل اتفضل يا كابتن. لا يا كابتن أنا كنت أقول بس إحنا عدينا الصعب واللي جاي الأصعب. طبعا. أصعب. هي الماتشات ده يا كابتن جمال اللي دائما إحنا بناخدها أو لعبتنا بناخدها بتركيز قليل شوية. أيوه. فبالتالي أنت بتلاعب فرقة النهاردة كرة كابتن بقت خلاص الفرقة كلها كانت المستويات قريبة من بعضها. صحيح. اللي بتاخد الأمور بجدية وتخلص الماتش بدري بدري، زي التعقيب اللي أنا عقبه في حتة التشكيل محمد أشرف روى ومحمد عبد الغني. يعني نفس المهام النهارده، المفروض ان انت محتاج فرده شويه بتميل للحته الهجوميه عشان لازم الماتشات ده كابتن طارق من البدايه تخلص بدري بدري. جميل.